بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو عرض بيع جديد، مجموعة حمام زغليل وشبابات من فرخ بفضل الله. ان شاء الله يا جماعة نتفرج دلوقتي على الزغليل والشبابات اللي موجودة عندنا النهاردة، وهنقول سعر كل جوز منهم في الفيديو بإذن الله. فاللي عايز اي حاجة ان شاء الله هيتواصل معايا من خلال البيج على الفيسبوك، هيكلمنا يقول انا عايز العرض رقم كذا، هديله رقم التليفون. تمام كده؟ لان موضوع ان انا احط رقم التليفون في الوصف وفي التعليقات تحت الفيديو ده، يعني بيجي لي اكتر من 150 او 200 مكالمة مفهومش حد عايز يشتري، كله يا اما بيتصل يهزر، يا اما بيتصل يستظرف، يا اما بيتصل يسأل عن اي حاجة، يا اما بيتصل في اي مواضيع خارجة عن عرض البيع. فالموضوع بصراحة يا جماعة انا تعبت نفسيا، وبدأت ان انا اقفل التليفون من كتر المكالمات اللي ملهاش اي لازمة، لدرجة ان في ناس بترن وتقفل. بس يعني هو بيتصل يرن عليه ويقفل، يرن ويقفل، كل شوية يرن رنة ويقفل. فالموضوع بجد يا جماعة مجهد جدا وصعب جدا ان اي حد يستحمل الكم ده من الرنات والمكالمات اللي ملهاش اي لازمة. تمام كده؟ فان شاء الله انا عايز اتعامل مع ناس فاهمة وناس كبيرة وناس عايزة تشتري، مش عايزة اتعامل مع ناس عايزة تلعب وتتسلى، واحد داخل يستظرف، واحد كل شوية يرن عليا يستظرف وبتاع والكلام ده كله وضحك وهزار. فالموضوع مش مستحمل خالص. فعشان بس ايه ما نتعبش بعضينا، ان شاء الله التواصل هيكون من خلال البيج على الفيسبوك. هسيب لك اللينك بتاعها في الوصف تحت الفيديو وفي اول تعليق مثبت. عايز عرض من العروض اللي موجوده قول لي عايز العرض رقم كذا. تمام كده؟ خش لي على الرسائل بتاعت البيج وقول لي انا عايز العرض رقم كذا. تمام كده؟ ان شاء الله المكان الخصوصي الاليوبيه جنب المرج الجديده، ومفيش حجز ومفيش شحن. تمام كده؟ طبعا يا جماعه العروض اللي موجوده معانا النهارده كلها زغاليل وشبابات، فمفيش اي ضمان عليها، مفيش ضمان ولا ان هي تعيش او تموت، ولا ضمان ان هي تطلع دكرين او دكر وانتايه او نتايتين انت ونصيبك فيهم. انا بقول لك دول عيش واحد اخوات، فهم بنسبه كبيره جدا بيطلعوا دكر وانتايه، طلعوا غير كده فده نصيبك. تمام كده؟ ان شاء الله تجيلي تتفرج على الحاجه بنفسك، لو عندك خبره في الحاجه تعالى اتفرج عليها واشتريها، ما عندكش خبره في الحاجه بلاش ان انت تشتري حاجه غاليه وانت لسه ما عندكش خبره فيها، عشان ما تضيعش فلوسك على الفاضي. تمام كده؟ فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا على طول نشوف عروض البيع اللي موجوده معانا النهارده ونرجع تاني. ما شاء الله ده اول عرض معانا، حتتين نفاخ سوبر جامبو ما شاء الله، حتتين شبابات تقريبا بيفكوا اول ريشه. تمام كده؟ احجام ما شاء الله، احجام جامده. الحتتين مرسومين اهم، سبعه مظبوطه، حتتين اهم يا جماعه فيهم السبعه والطوق. تمام؟ الحته دي الطوق بتاعها واسع شويه، تمام، بس ما يعيبهاش يعني. بصمة اهي ما شاء الله، الحته التانيه البصمه بتاعتها اهي. شراويل ما شاء الله، شراويل جامده. تمام؟ شراويل ما شاء الله، هفرجوا برده على الشراويل اهي، اهي يا جماعه. تمام؟ حتتين اهم شراويلهم كويسه. تمام تبارك الله. حته حمرا شويه، الحته دي غامقه شويه عن الحته دي، الحته دي صفرا. تمام؟ والحته دي حمرا، هم اولاد احمر. تمام؟ اولاد حمر. فالحتتين دول باذن الله اللي عايزهم سعرهم 700 جنيه، والتواصل زي ما قلنا من خلال رسائل البيج على الفيسبوك، اللينك بتاعها في الوصف تحت الفيديو وفي اول تعليق مثبت. بسم الله ما شاء الله. العرض الثاني حتتين نفاخ اسود شبابات، تمام ما شاء الله، احجام سوبر جامبو. الحته ديت لونها مغبر شويه بني، تمام، الحته الثانيه سودا اهي. تمام كده؟ حتتين مرسومين سبعه اهي ما شاء الله، سبعه مظبوطه. عايزين بس نشوف السبعه بتاعت دي. تمام اهي يا جماعه، تمام السبعه بتاعتها اهي، تعتبر كويسه مرسومه. الحتتين الطوق بتاعهم مظبوط والبصمه مظبوطه. شراويل ما شاء الله، شراويل جامده اهي الشراويل. تمام الشروال اهو ما شاء الله، الحته الثانيه شروالها اهو ما شاء الله. الحتتين دول باذن الله سعرهم 900 جنيه. عايزهم ان شاء الله يتواصل معايا وتحت امره. بسم الله ما شاء الله. العرض الثالث حتتين زغليل ما شاء الله نفاخ سوبر جامبو، ولاد اسود وضم. تمام كده؟ طالعين حته سودا اهي، حته كبيره دي سودا اهي ما شاء الله، الحته الثانيه دي ضم. تمام كده؟ ما شاء الله مرسومين، سبعه مرسومه. عايزين نتفرج عليهم برده ما شاء الله. اهم يا جماعه حته اهي، السبعه بتاعتها اهي مظبوطه. تمام؟ الحته الثانيه السبعه بتاعتها اهي. شراويل ما شاء الله جميله، طوق مظبوط، البصمه مظبوطه. تمام كده؟ اهم يا جماعه اللي عايزهم ان شاء الله الحتتين دولت ب 850 جنيه. تواصل من خلال البيج على الفيسبوك، تواصل معايا وخد رقم التليفون وكلمني وتحت امرك باذن الله. بسم الله ما شاء الله.
حتتين زغليل ما شاء الله من اجمل المستويات ومن اجمل الالوان. تمام كده حتتين سوبر جامبو، حته زرقاء، الحته دي زرقاء اهي يا جماعه، تمام، والحته التانية دي سيلفر، عيش واحد اخوات ولاد ازرق وسيلفر. تمام كده الاهالي نفس اللون ده، الاهالي الدكر سيلفر والنتاية زرقاء. تمام فالزغلولين ما شاء الله هم احجام سوبر جامبو، الرسمه مظبوطه، السبعه مظبوطه، الحتتين اهم، تمام، البصمه مظبوطه، الطوق مظبوط، الشراويل ما شاء الله قويه جدا، حتتين معتمدين على نفسهم وجاهزين للفطام باذن الله. اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رسائل البيج على الفيسبوك، اللينك بتاعها في الوصف تحت الفيديو وفي اول تعليق مثبت. الحتتين دول باذن الله يا جماعه سعرهم 1500 جنيه. تمام الحتتين ما شاء الله مستوى جميل وواضح قدامنا اهو. تمام كده الحته دي لسه كمان لونها هيحلو عن كده لما تكبر، اللون ده هيبقى صافي، يعني الازرق هيبقى ازرق صافي. تمام كده ما شاء الله هم. بسم الله ما شاء الله، حتتين نفاخ سيلفر سوبر جامبو ما شاء الله من اجمل الالوان في الحمام النفاخ ومن افتح الالوان. تمام سبعه مظبوطه هي يا جماعه ما شاء الله، الحتتين السبعه بتاعتهم مظبوطه. تمام احجام ما شاء الله سوبر جامبو، الطوق حوالين الرقبه اهو مظبوط، الحتتين الطوق بتاعهم مظبوط. تمام الحته دي البصمه بتاعتها كامله اهي، والحته دي البصمه بتاعتها نص مش كامله. تمام كده الاحمر اللي حوالين بقها ده فيتامينات يا جماعه من الادويه بتاعت الفيتامين. فالحتتين ما شاء الله هم عيش واحد اخوات، احجام ما شاء الله وصحه كويسه، سعرهم ان شاء الله 1400 جنيه. اللي عايزهم ان شاء الله يتواصل معايا من خلال رسائل البيج. حتتين ما شاء الله مستوى جميل وواضح ما شاء الله، حتتين نفخات سوبر جامبو ريتشات. تمام كده الحتتين ما شاء الله ريتش، تمام اهم من اجمل الالوان في الحمام النفاخ ومن اغلى الالوان. الحته دي مظبوطه اهيت ما شاء الله، بصمه وطوق ورسمه وشراويل كل حاجه مظبوطه. تمام الحته دي سبعه مظبوطه والطوق مظبوط ما فيهاش بصمه. تمام كده الحاجه الوحيده اللي مش موجوده فيها هي البصمه، والاحمر اللي حوالين وشها وبقها ودماغها ده مكان الفيتامينات، مكان ما بيزروطوا نفسهم في الفيتامينات، حتى الشراويل اهي عليها لون احمر مكان ما بيدوسوا في المسقه. تمام كده حتتين ما شاء الله هم احجام سوبر جامبو وشبابات، تقريبا يا اما فكوا اول ريشه يا اما بيفكوا في اول ريشه. السعر ان شاء الله يا جماعه 1200 جنيه. اللي عايزه متواصل معايا وتحت امركم باذن الله. لا ما شاء الله حتتين نفاخ سوبر جامبو لونهم ضن. تمام كده يا جماعه الحتتين لونهم ضن اهم مظبوطين ما شاء الله، احجام سوبر جامبو سبعه مظبوطه اهي، الطوق مظبوط، الحتتين من غير بصمه. تمام كده الحته دي اللي على جناحها وعلى وشها ده فيتامين، مبهدله نفسها برده في الفيتامين اهو، شراويلها متبهدله. تمام كده الحتتين دول باذن الله اللي عايزهم سعرهم 700 جنيه عشان من غير بصمات. تمام كده يا جماعه الحتتين ما شاء الله احجام سوبر جامبو وولاد ضن واسود، دولت من اهالي لونها ضن واسود، الاهالي الحتتين مظبوطين وفيهم بصمات ما شاء الله جامده. تمام كده فدول طالعين كده من غير بصمات، حرق دم من ورا، حتتين ما شاء الله مرسومين. اللي عايزهم يا جماعه ان شاء الله سعرهم زي ما قلنا 700 جنيه، اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رسائل البيتش. لا ما شاء الله حتتين زغليل نفخات ضن سوبر جامبو ما شاء الله، احجام جامده، حتتين مرسومين يا جماعه سبعه مظبوطه اهي، والطوق والبصمه مظبوطين. تقريبا الحته دي الطوق بتاعها من الناحيه الثانيه فيه ريشه باين، يعني احاول اوريها لكم اهي. تمام ما تعبهاش يعني في حاجه، يعني ايه اهي يا جماعه. تمام كده دي بس ايه كل اللي في الزغلول ده، بس الطوق موجود ومرسوم اهو. تمام والبصمه مظبوطه، شراويل ما شاء الله شراويل كويسه بس لسه بدمها، زغليل دي لسه صغيره شويه اهم يا جماعه، شراويل اهي ما شاء الله، الحته الثانيه الشراويل اهي لسه فيها دم. تمام الحتتين دول باذن الله يا دوب بيلقطوا مع الاهالي من الطاجن، وممكن نفطمهم ويعتمدوا على نفسهم باذن الله. فاللي عايزهم ان شاء الله الحتتين دولت سعرهم 750 جنيه. اللي عايزهم ان شاء الله يتواصل معايا من خلال رسائل البيج وتحت امركم باذن الله. بسم الله ما شاء الله جوز زغليل مفتل ابيض مستوى جميل باذن الله. تمام كده اهو فرق كده ما شاء الله، تفتيله عاليه برنيطه، الحته الثانيه اهي تفتيله ما شاء الله جامده ارعى من غير برنيطه. تمام اهو اتفرج عليهم قول ما شاء الله تبارك الله، اهم يا جماعه الحتتين مستوى واضح احجام جامبو. تمام كده حتتين مفتومين معتمدين على نفسهم، السعر باذن الله 700 جنيه. اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رسائل البيج وتحت امركم باذن الله. بسم الله ما شاء الله حتتين مفتل تبارك الله، تفتيل عاليه
برنيطة تمام، الحتة دي ابيض منقط احمر اهي تمام، والحتة التانية برضو نفس اللون ابيض منقط احمر، الحتتين ما شاء الله تفتيلة قوية جدا تبارك الله اهي تمام كده، حتة قرع وحتة برنيطة ان شاء الله سعرهم 700 جنيه. اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رسائل البيج على الفيسبوك، تحت امركم باذن الله. ما شاء الله اخر عرض بيع معانا وارخص حتتين في عروض البيع اللي معانا النهارده، حته ضن وحته حمراء تمام كده، حتتين دول يا جماعه حرق دم تمام، هتلاقي فيهم حته هنا الطوق بتاعها فيه ابيض نازل لتحت في الحصاله، والحته الحمراء دي فيها كتف مش مرسوم تمام، اهو كتف مرسوم وكتف مش مرسوم، يعني ناحية السبعة مظبوطة وناحية السبعة مش مظبوطة، الحتة الضن السبعة بتاعتها مظبوطة والطوق مظبوط والبصمة مظبوطة، هي بس كل اللي فيها الحتة اللي في الحصالة بتاعتها البيضة اللي هنا تمام كده، الحتة دي كتف مرسوم وكتف لا، الاتنين ما شاء الله شراويل جميلة اهم يا جماعة، ما شاء الله شراويل كويسة تبارك الله اهي تمام، الاحمر اللي في رجليهم طبعا وعلى جسمهم دوت من الفيتامينات اللي على المية بيبهدلوا نفسهم بيها. اللي عايز الحتتين دول ان شاء الله سعرهم 450 جنيه تمام كده، عشان الحته اللي فيها كتف سايح والحته التانية اللي فيها ابيض في الحصاله بتاعتها. اللي عايزهم يا جماعه ان شاء الله يتواصل معايا من خلال رسائل البيج. تمام كده يا جماعه، زي ما شفنا مع بعض دي عروض البيع اللي موجوده عندنا النهارده، مجموعه زغليل وشبابات من فرخ بفضل الله، كلها حمام ما شاء الله صحه كويسه مستوى كويس. فانا في الفيديو بقول لك الحاجه دي فيها كذا وفيها كذا، الحمامه مرسومه بقول لك مرسومه، الحمامه اللي مش مرسومه بقول لك دي مش مرسومه، الحمامه اللي فيها ناقصها حاجه بقول لك دي ناقصها كذا، وانت برضو بخبرتك لازم تكون الاول فاهم وعارف وتتعلم عن النوع اللي انت عايز تشتري تمام كده، اتفرج على الحاجه وتعالى اتفرج على الحاجه عندي تاني وشوفها، عجبتك خدها ما عجبتكش سيبها. زي ما قلت لكم المكان الخصوصي الاليوبيه جنب المرج الجديد على الديري، وان شاء الله التواصل من خلال البيدج على الفيسبوك، البيج اسمها ابو مريم التونسي واللينك بتاعها في الوصف تحت الفيديو وفي اول تعليق مثبت، خش على رسائل البيج وقول لي انا عايز العرض رقم كذا، لو لسه موجود هقول لك موجود وهديك رقم التليفون تكلمني، لو اتباع هقول لك العرض ده اتباع عشان تبقى عارف ان خلاص كده العرض ده اتباع، واقول لك موجود الايه بيت العروض تمام كده. فما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.